تمام. ودي طبعا عامل لهم فهرس ده فهرس كأسماء الكتب، ده جزء الاولاني، لان النهارده لو انا مسح عايز اجيب كتاب ذكريات الاقران لابي الشيخ، انا عارف اني مجلد، لان هو جزء من مجلد صار يعني كتاب، فانا عملت اهو. طبعا كنت كاتبه الاول اسماء الكتب اللي تشتمل عليها البتاع. طبعا جات لي كتب كثيره بعد كده على الحروف الهجاء، الكتاب ورقم المجلد واحد. تمام. لما زادت القصه دي صفيته. ودي اسماء الكتب، واخد بالك، اسماء الكتب اللي هي موجوده في ال 110 مجلد اللي انا مجلده، واخد بالك، كل ده، وده رقم الايه؟ رقم المجلد لحد ما واصل الى حرف الياء اهو.